تركوا حياة الخانعين وراحوا يبحثون عن بلسم للمدينة. اليوم هم يقبعون في سجون الحرية، يحلمون بمدينتهم. وقود دمائهم تواصل شعلة الحرية توهجها. القدس الأسيرة وأسرى القدس هي مدينة لا تشبه المدن، والمدن كلها تطوق لتقبس شيئا من روحها ووهج حضورها الباقي. إنها القدس، عاصمة الروح والتاريخ والثقافة والحياة. أسرانا تمعنوا في صفحات المدينة التي تخفي أسرارها دائما عن الغرباء، فالغرباء لا يعرفون معنى خطوات التاريخ على دروبها، ولا يحلقون في فضائها المتصل بالسماء هو الذي يؤكد على قدسيتها. فيا سائلا عن سر المدينة لا تسأل، فلن تسلمك المدينة خفاياها. وحدهم قناديلها المتوهجة هم منارات القدس، قبضوا على السر الكامن في المدينة والحياة، فواصلوا درب الحرية ليكونوا على موعد أكيد مع صباحاتها المشرقة. إنهم أسرى مدينة القدس الذين بذلوا ما يستطيعون ولم يبخلوا، فهل يطول ليل الانتظار؟ طبعا احنا موجودين هون في منزل اسير جلال القطب في منطقة جبل الزيتون المطل على الاقصى المشرفة. الاسير جلال القطب هو محكوم بالوقت الحالي 13 سنة، امضى منهم 5 سنوات، باقي له 8 سنوات. انا عندي 9 اولاد، اكبرهم اللي هو ماجد واصغرهم اللي هي رزان. ماجد عمره 28 سنة، رزان عمرها 7 سنين. بالنسبة لجلال طبعا هو يعني من الأولاد المحبوبين للقلب للكل، يعني بشكل عام الكل كان يحبه وكان مدلل. عقليته يعني تختلف شوي عن إخوته، عنده وعي وإدراك للمسائل بشكل يعني غير طبيعي. بحب يسأل، يستفسر، يعرف ليش هيك، كيف انت يابا مثلا لما كنت صغير انحبست، ليش يابا هيك، ليش هدول اليهود هيك، ليش عمي، يعني بستفسر عن الصغيرة والكبيرة من صغره. حرك يعني بحب الحركة، بحب النشاط، نشيط ويشتغل، ودايما هو اخوته. بعدين هو ماسك الدار اساسا، هو اصغر من مز، بس هو دايما الاستشارة له ليش بقيم الاشياء. إذا حدا إذا أجا فات عالدار ولقاني هيك شوية مالك ليش زعلانة إيش فيه، بيوقف الدار كلها على إجر عشان يعرف شو فيه. ومستحيل ينايم واحد غضبان يعني إلا يرضي الكل، بالذات أنا. أتذكر كتير أشياء أنا بينه وبينه، يعني إنه كنا نروح على المدرسة مع بعض، كنا دايما مع بعض، يعني بقينا إحنا قريبين على السن مع بعض. بينه وبينه فرق تقريبا سنة، وبقيت أنا وياه دايما في المدرسة مع بعض. بقيت إنه عامله يعني صاحب أصحاب مع بعض مو كأخو. وأنا وياه بقينا الأوقات كلها نقضيها بالبيت برضو مع بعض، نروح رحل مع بعض، نقيم. جلال بحب المغامرات، كنا زمان كان ياخدنا على الجبال نتسلق إحنا وياه الجبال، وكان نطلع مع بعض على المدرسة ويوصلني قبل ما يروح مدرسته، كان يوصلني ونقعد شوي نتحدث بالطريق ونحكي سوا. وكان أكتر إشي يهرب من المدرسة يجي على مدرستي ياخدني ونضل طالعين. كان عنده مغامرات كتير، وكانت أكتر إشي يحب السباحة، كان نروح أنا وياه وأخوتي، أخوي الكبير ماجد، نروح على المنتزهات وعلى المسابح وي نسبح ونعمل كل إشي كنا إحنا وياه. كان أكتر إشي يحب يغامر، كان يحب المغامرات كتير. يعني ما بسكت يعني على حقه،
بحبش يسكت عن حقه من مرة، يعني بحب اللي إله إله، ما بحب يعتدي على حد، ما بحب حد يعتدي على اللي إله. يعني هو عقليته شوي بتختلف حتى عن إخوته، فش يعني في عندي ولد تاني شبيه إله اللي هو محمد، فهمت كيف؟ هذول بتلاقيهم عند حقهم، يعني فش مجال إنهم يعني يقنصلوا حقهم يعني يفوتوه. فهو من هاي النوعية اللي بحب ياخد حقه، بحبش الظلم، بحبش يظلم ولا ينظلم، يعني بشكل عام هاي طبيعته يعني الداخلية. كل هذه الأشياء إنه مع بعض، فبعد هيك انحبس أول حبسة، فقدته في هذه الحبسة كتير. وطبعا أنا وياه كتير كتير بقينا متعلقين مع بعض، وغير هيك يعني إنه دائما مفقود في البيت، دائما إنه وضعه كتير مفقود في البيت، وهذه الأشياء إنه بتأثر على العيلة والحياة. طبعا بقى يشوف مثلا أبوه، مثلا أنا انحبست وهو يعني موجود يعني صغير، فهمت كيف؟ فبسأل يابا مثلا ليش انحبست، كيف السجن، كيف هيك، يعني بحب يطلع، هو مطلع دائما. نحكي مثلا ممكن نقول انسجن واحد، صار حدث معين في الخارج من ناحية وطنية، يعني هو شو اللي خلاه يعني يثور يعني ويعمل هالشيء اللي هو عمله او فكر فيه او سعاله. طبعا ايامها كان في احداث للاقصى، دخولهم على الاقصى بشكل مستمر يومي وهيك. يعني اول ما انحبس انه الحبسه الاولى عشان اولاد صغار، كنا احنا قاعدين سمعنا صوت فوضى بالشارع، اشي طلينا لهم جيش لحقين اولاد صغار، ولحقوهم فاتوا على المحل في دكان تحت، فاتوا عليها على اساس يمسكوا البلاد. هلا هو شافهم لا شعوريا نزل الدرج، وهو كمان واحد من اولاد الجيران، هجموا على مين؟ على الجيش يخلصوا منهم الاولاد. نزلوا الاولاد من السياره تبعت الجيش ونفذوا، لحقوهم الجيش هلقوا لهم واخذوا. هم منارة أنارت ضرب الشمس في مسيرة طويلة، من بين شقوق الصخر تبرعمت قماتهم وتعملقت أفئدتهم في توقها للحرية والحياة. حملوا أحلامهم زوادة لضرب البحث عن أراجيح للأطفال ومواويل عشق للحياة والناس. أكيد جميعنا تأثرنا بوفاة زوجتي. صحيح كانت هي يعني عمود أساسي في الدار. طبعا جلال تأثر كتير أيامها حتى في المستشفى، يعني لما أنه أجا خبر وفاته في المستشفى بتذكر أنه قال لي يابا فقدنا عمود الدار. يعني كان هو يعني منتمي لأمه كتير ويحبها يعني بشكل كبير، فتأثر كتير، وهذا طبعا أثر على كل أولاد من ناحية نفسية طبعا بما أنهم أطفال وهيك. ولكن مع الزمن وبمساعدة الوالدة طبعا جوزنا هاي المرحلة، والولاد كبروا شوي صار عندهم وعي وإدراك للأمور وسلموا في الأمر الواقع. يعني الحمد لله يعني في عيلتنا هذا الإشي متوارث، اللي الإشي يعني السياسة، الانتماء للوطن، هذا. فيعني بتلاقي انه تعال امسك من اخوالي عمامي كلهم مساجين، كلهم سجنوا. في عندي اللي هو خالي ابو طارق، عندي خالي عمر قضى كمان 18 سنة، عندي عمي عبد الرزاق برضو قضى 18 سنة وطلع بالتبادل، يعني عمامي التانيين برضو كانوا محبوسين وطلعوا. ف
فكلها زي ما تقول وراثة بتصير، يعني الشغلة شغلة الوطنية يعني هاي بدم بني آدم زي ما بقولوها بالجينات بتمشي في عروق البني آدم، مش يعني تقول انه الواحد بده لسه تعليم، لا من طفولته من نشأته عندنا في البيت او في بيوت يعني اهلي بشكل عام دريانين انه يعني نناقش في السياسة، نشوف ليش هيك، مين الصح مين الغلط، نقول مثلا رأي فتح صح، رأي حماس غلط، هذا الصح الجبهة الشعبية. وبعدين بتلاقي من كل القوى الوطنية عندنا في البيت، في شعبية، في فتح، في حماس، يعني بتلاقي من كل القوى الوطنية. فهذا الاشي يعني فش يعني تقول خلاف، يعني خلص انت ايش انتمائك مش مشكلة، انتمائي مش يعني ما بتصير مشاكل، ممكن الواحد يتناقش في المواضيع هيك يبقى على خلاف، ولكن بالاخر بنضلنا عيلة واحدة. زي نفس الاشي الشعب الفلسطيني، قد ما يكون في بناتهم خلافات تلاقيهم بالاخر بيمشوا على بوصلة واحدة. بعد هيك الحبس تقريبا حبس منزل 4 أشهر، بعدها جلال انه صار تغيير عنده في حركاته، صار عنده تغيير في كل مجتمعاته، طبعا الشغل كان كتير متعلق فيه. بعديها تعرف أصحاب اللي هم اللي معاه بالسجن، بعديها يعني انه صار يبعد عن العيلة شوي صغيرة. كنا قاعدين على التلفزيون، جابوا اللي بالقطار هاي بتحنا المركزية، قاموا المنديل عن راسها، قام هو انجن وصار وين العرب وين الهد، ونزل نزل من الدار. هلا نزل من الدار رجع بيجي 12:30، عرفت انا انه الولد نزل على هذا. صار كل يوم الثاني اسمعه اللي هو نازل على الحرم. طب ما انت مش دين يعني، شو بنزلك على الاقصى كل يوم الثاني رايح جاي رايح جاي. وللمهم نزل فشي كم يوم، صار الاجتماعات يجيب اصحابه واشي يجتمعوا عندي على الاسطوح، اقول يلا عندي ولا يروح على الشارع، افكر انه شبابه جايين يسهروا. احكي لنا احكي لنا عن حياتك، احكي لنا بصار ايش، افوت اعمل لهم شيء، لما اجي يسكتوا يغيروا الكلام. فصرت افهم انه الولد ما له شيء. فش ما عنده 6 شهور وانحبس. طبعا هو كان متاثر بشكل عام بالاوضاع يعني الوطنيه والسياسيه وهذا، فكان اي شيء بيشوفه يعني من اعتداءات على الشباب او البنات من قبل العدو الصهيوني وجيش الاحتلال يتاثر فيه ويصير يعني هيك يعصب، وبده يساوي شيء، بده يعمل، يابا انت يعني لازم ننزل، لازم نساوي، لازم نعمل. اقول له لا يابا لساتك صغير هيك هيك. طبعا لما شافني انا دائما بصده عن هيك شغلات يعني شوي، ففكر وراح اشتغل لحاله يعني من راسه. فصار اللي هو الدخول على الأقصى أيامها بشكل كبير يعني للجيش الاحتلال والمستوطنين، وهيك صار اعتداءات على الشباب والبنات، من ضمنهم في حادثة تبعت البنت هاي اللي عمولها المنديل في تحنان المركزية عندهم، فهمت كيف عمولها المنديل وهيك، ويوميتها عصب كتير. وهذا الاشي خلاه يفكر هو واصحاب له واصدقاء يكونوا مجموعة ومن خلالها يعني ياخذوا حقوق الناس اللي بيعتدوا على يعني حقوق الناس اللي بتعتدي عليهم الشرطة، او المستوطنين يحاولوا ينزلوا على الاقصى يمنعوا المستوطنين انه يخشوا على الاقصى او يدنسوا الاقصى. طبعا هذه كانت فكرته يعني، من هذا المنطلق يعني كونوا مجموعة اللي كانت تقريبا من 7-8 أفراد، وحاولوا انه يعملوا كذا شغلة. طبعا اشي زبط اشي ما زبطش، من ضمنهم محاولة خطف مستوطن، وكانت نسبة النجاح يعني ضئيلة لما هذا محاولة خطف سلاح، كانت نسبة النجاح ضئيلة بما انه اطفال يعني بسن 18 يعني ما عندهم هذاك الفكر والادراك والتخطيط، يعني فيش ما لقوش حد يعني يمسكهم يوجههم بالعمل اللي هم بدهم يعملوه. كان لما انه
يشوف كيف بيعتدوا على باب المجلس على الصبايا وعلى الشباب وعلى هيك، يعدم عقله كيف انه احنا وين، احنا وين دورنا، احنا لازم نحرر الاقصى، لازم نحرر بناتنا، هدول الصبايانا، هدول هذا عرضنا، كيف احنا بدنا نقدر نشوف هيك اوضاع؟ يعصب، ما هو قلت لك سباع يعصب شوي الولد، ويعني مش هادي اللي تقعد حكي لا، ويضل نازل. هلا بنزلاته وطلعاته كاين متفق مع هدول عاملين تمنية، هم عملوا خلية والحمد لله اللي اجت على هيك. لسنواتهم الطويلة التي أنارت عتمة الطريق وهي تشير إلى الغايات العالية نزجي التحية والتقدير، لتجربتهم الكفاحية في مواجهة ذئاب الليل بشموع الإرادة والصبر والإيمان بعدالة قضايا الإنسان. ليلة الاعتقال صحيح أجونا على البيت قوات كبيرة يعني مع المخابرات، اللي هو إحنا في الطور طبعا كنا، جلال ما كان في البيت. ما لقيت اللي هالدنيا جيش عصطو وحب الشارع وعلى الدرج، افتح افتح جيش، احنا الباب ما ردود رب تسكرش بمفتاح، دفعوا وفاتوا. احنا سهرانين حاطين على الطاولة، بتعرف سهرانين نقول وفواكه وشي، بطلع هيك بقولوا معكم مصاري جلال مليكم، اجاكم دعية. قلت له ليش يعني انت مفكر مع شحادين ولا فقراء، احنا اساسا احنا بنطعمك بنطعم كل اللي عندك هدولي، بس حك تفكر انه بنستنى دعم او بنستنى. وجلال ايش ايش عامل لكم جلال؟ قال بتعرفي شو عامل جلال؟ قلت له شو ما كان عامل، برفع الراس. كان موجود هون يعني في كلنديا، ويوميتها طبعا هددوا بانه احنا بنساوي احنا بنعمل، لازم يسلم حاله، مش يسلم حاله بتعرف كيف. طلبوا منا انه نحكي معه تلفون، اتصلنا عليه طبعا مسكر تلفونه، اتصلنا على اخته نشوف يعني هو بعرف شو كان حاسس بانه انهم بدهم يجي يعتقلوه، لانه كان معتقل من اصحابه بعض الناس. طبعا انا ما كان عندي علم في كل اللي بيسويه اكيد يعني، فاتصلت عليه مسكر تلفونه، اتصلت على اخته لقيته عند اخته يعني، حكيت مع اخته عندك جلال؟ قال اه. المهم بقول له يابا يعني اجوا الجيش فتشوا البيت وهيك هيك هيك وطالبين انك تيجي لهوني. طبعا قلت له ما بتقدرش انت تيجي يعني بهذا الاسلوب، حكيت معه اكيد ما بتقدر تيجي الساعه 3 بالليل يعني كانت، لو بقول لي خليه يجي على المحسوم واحنا بنعتقلوه. قال يابا انا بدي اجي اسلم حالي خوف لا ياخذوا. قلت له يابا ولا بياخذوني ولا اللي هم مش عندي يعني. فالولد زي ما تقول خاف يعني علينا وخاف على البيت وعلى اخوته، فنزل من بيت اخته طلع على اللي هو محسوم كلنديا هوني. هلا هو طالع طبعا هويتك اخذوه يعني، كانوا جاهزين يعني معهم علم وهيك اعتقل يعني. فاحنا وقفنا له المحامي، وقفنا له كل هذه الامور، وحاولنا انه نسوي هذه الاشياء ما زبط. كيف نائب العام حكى كيف انه لازم يحكم في هذا الحكم، لازم هيك طبعا قبل ما يحكم محاكم كثيره كان طبعا اخذوه اقتدوا لمعتقل المسكوبيه، تقريبا قعد شهر في التحقيق، بعدها بلشت جلسات المحاكمه والتمديدات، قعد فتره تقريبا سنتين وهو موقوف. أول زيارة كان له 40 يوم مش شايفته، مش زيارة على المحكمة شفته، كان له زيارات 40 يوم ما شفناهوش، بعدين صاروا يجيبوه على المحكمة على صلاح الدين. بعديها انحكم 13 سنة، كانوا طالبين له 17 سنة، بالآخر يعني أعطوه 13 سنة. يوم ما انحكم قال له القاضي قاموا شباب تأسفوا يعني، قالوا له قوم قول انك مدان وقول انه هذا بنزل لك من القضية. قال لا بقدرش اقول هيك، قام له بقول تحيا فلسطين حرة.
أنا ما بتأسف، أنا اللي عملته لو إني برك لسه بعمل. أوقف ما قبلت أوقف للقاضي. هلأ السوطرية عندي الصورة كمان، السوطرية كلهم هجموا على مين؟ علينا إحنا، أخذوه وهجموا علينا. سعيد ابن بشار عينه وجهه أزرق، هي صورته عندي، راسه من هون فتحوا له، ذبحوه من القتل، غير إحنا يدفعونا ويضربوا فينا. والحمد لله إنه طلع زلمة وبطل، ويا جبل ما يهزك ريح. طبعاً تعرف بالسجون، انتقل إلى سجن قلبوع، من ثم إلى سجن مجدو، من ونفحة، يعني لف كذا سجن. في الآخر طبعاً هلأ هو بقلبوع، له تقريباً 6 أشهر رجعوا على قلبوع، موجود في الوقت الحالي طبعاً إحنا ممنوعين من زيارته، إنه 1.5 شهر تقريباً هو موجود في الزنازين. أنا عندي 4 بنات وبتمنى إنه يفوتوا يزوروا خالهم، لأنه حابين هم يشوفوا جلال وحابين يشوفوا كيف صورته، هم طبعاً بيشوفوه على الصور بس هم حابين إنه يشوفوه. دايماً بنتي الكبيرة بتقول لي إنها بدها تروح تشوفه طبعاً، بس هذا الإشي ممنوع. بتمنى إنه يصير في زيارات للبنات الأخت ولبنات الأخ كمان. أكيد بفقده كل فترات، يعني أشياء كنت أسوي أنا وياها لما أطلع أنا وأصحابنا اللي كنا نطلع مع بعض، بستفقده طبعا فيها. يعني أنا وأخ اللي برضو نطلع بنروح بنيجي مع بعض نفقده. لما نطلع مثلا نسوي حفلات صغيرة بنفقده فيها. كان دايما هو نشيط في هذه الأشياء، كان هو يعني إنه يسوي هذه الأشياء منه لحاله، دايما هو الراس فينا. فهذه الأشياء يعني اللي بنفقده فيها، وبنفقده كتير في البيت طبعا. يابا الله يرضى عليك ويوفقك ويحنن عليك، اهدى شوي من المشاكل اللي انت بتسويها جوا السجن، وبتتعرض كتير لضرب ولا زنازين ومعاقبات من الزيارة، لأنه الكل بيشتاق لك، نشتاق إنه نشوفك. ستك أكتر شيء طبعا، أنت عارف محبتها إلك يابا، فالله يرضى عليك، هدي شوي، دير بالك على حالك. أنا بعرف إنه أنت ريادي وقيادي وبتحب تكون يعني بالوجه والدافع. جلال هدول بناتي، هذه هنادي الكبيرة صار عمرها 5 سنين، كانت عمرها 6 أشهر لما أنت انحبست، وهذه قطر الندى صار عمرها 4 سنين، طبعا هاي ما شفتهاش أنت، وهذه فيحاء سميناها على اسم أمي، وهذا كامل صغير صار عمره 1 شهر، وإن شاء الله يا رب نشوفك عن قريب، الله يفرجها عليك وعلى كافة الأسرة، وإحنا بنحبك كتير، وإن شاء الله بتصير بناتنا يا رب عن قريب. طبعا يا أخي جلال، أنا طبعا فاقدينك أول إشي في البيت، وغيرك الله يقويك في سجون الاحتلال وشد مروتك، والحمد لله رب العالمين. احنا ما تخاف علينا، المهم انت تكون اقوى من هيك، ولا بد القيد ان ينكسر في سجون الاحتلال. السجن يا ما بتسكر على حدا، السجن اخرته بيطلع الواحد، وان شاء الله بتطلع لنا سالم غانم، ان شاء الله بشوفك برا. خليك رجال يا ما، وخليك قوي، وانا بفتخر فيك. ما يهمك الزنازين ولا يهمك السجان ولا يهمك حدا، انت قوي وضلك قوي، خليني اضلني رفع راسي فيك، ولا تهتم لهذه حكومة احتلال. احتلال ايش بدك تلاقي منه؟ شو ما انتو عملتوا يما بحق لكم، شو ما سويتوا بحق لكم، انتو رجال المستقبل، انتو اخوتكم الصغار، الله يحييكم، بدعي لكم من قلبي لكل الأسرة الفرج القريب يا رب.